على البال كل التفاصيل، على البال واحلى التفاصيل، على البال والحلم والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل، على البال على البال. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساكم بالخير والمسرات، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم على البال. وكما عودناكم دائما في استضافة نجوم الشعر والإنشاد والإعلام، ضيوفنا الليل مميزين، وهما نجم اللعب الجنوبي الشاعر إسراج العمري. حياك الله أبو خالد. الله يسلمك، رحب بك في برنامج على البال. الله يحييك ويبارك فيك، فرصة طيبة. كما نرحب بالشاعر سعد بن مجدع. حياك الله اخوي سعد. يطول عمرك ان شاء الله. ابو سعيد الله يحييك معنا. الله يحييكم في المنطقه ونورتوا المنطقه. الله يحييك. ودي ابدا معك ابو خالد. كثير نسمع اللعب الجنوبي، الخطوه، الزحفه، الدمه، اسماء كثيره قائمه تطول. المشاهد اليوم حاضر معنا يبي يعرف وش اللعب الجنوبي. اللعب الجنوبي كثير وعد ولا حرج. عندك الآن في عسير عدة أصوات واجدة ما تحضرني أنا، يحضرني شيء منها ومتمسك فيها لأنها التراث القديم بالنسبة لي أنا. أما بالنسبة للشعار الثانيين فلهم دورهم ولهم أخصائيين فيها، وأبدا كل إنسان له حريته في الموضوع ده. سراج العمري عرف بلون اللعب، حدثنا عن اللعب هذا. يعني بالنسبة للعب عندنا خاصة في ديارنا هو عدة ألحان، وتراها ما هي كثيرة، يعني هي يمكن أربعة حدودها ومعروفة. طبعا هي هو شعر مناسبات زواجات، يعني تجي في زواجات، تجي طول عمرك في جلسات خاصة، في أي مناسبة تحصل، حتى أنت لو مشيت بالحالك أنت بتسويها، يعني ما أبدا ما تتقيد في أي مجال. اللعب المختص بمنطقة معينة، قبيلة معينة، ولا لا لا لا، كل قبائل رجال الحجر بالذات في نفس اللعب هذا هم متميزين فيه. طيب اللعب هذا طبعا لازم لصفين طبعا وفرقة في عرضة وتنتهي العرضة طول الله عمرك، ويبدأ اللعب بعد العرضة. طبعا العرضة بتكون في العصر. هذا النظام القديم. الآن تعرف من كثر الناس على أساس يبقون يتواجدون تبقى في الليل وفي النهار. جميل، ودنا نسمع لون اللعب هذا. طيب لا 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 والديارة، يا سلام على دار الضيافة والديارة، درب بيصل الغالي عزيز راس النبا. هذا نوع من اللعب يعني. جميل، هذا هو اللعب. نعم هذا هو اللعب. طبعا معروف عند الناس اللعب الشهري ولا لا؟ اي نعم، هو طبعا قلت لك هو يختص برجال الحجر كافه، يعني من بني شهر، من بني عمرو بن الاسمر البرح، هذا موجود تراثهم. جميل. ابو سعيد، قبل نبدا في تسجيل الحلقه تكلمنا معكم انه بعض الالوان اللعب بدات تختفي، وش رايك اللي قاعد يصير اليوم؟ والله شوف، هما الناس بدوا يكمشون شوي من إقامة الحفلات إلا ما قل، يعني أحسن المناطق اليوم اللي تحيي إلا الحفلات والحفاظ على الموروث في بلاد عسير، بلاد قحطان، بلاد شهران. العرضة كان مجالها الواسع عندنا في السرى، الآن أصبحت في تامة هي اللي ماخذ الحيز الأكبر. هي أساسية عندهم ولا دخيلة عليهم؟ لا، هي من وقت قريب صاروا يقيمون حفلات خيالية اللي هي العرضة. جميل. يجيبون أكبر الشعار وجملة من الشعار، ما يجيبون لهم الأربعة فما فوق. كلهم مختصين في العرضة. في العرضة. طب العرضة، عرضة شهران ولا عرضة، يعني في أكثر من العرضة بالمنطقة الجنوبية؟ موحدة ترى. واحدة ما في فرق. موحدة في المنطقة الجنوبية من الباحة إلى ظهران الجنوب. جميل. ولو أن ربعنا في ظهر الجنوب من السراء وراء يفضلون القزوعي، لكن
اللي محتفظين وصاروا يحيوا العرضة ويجيبوا شعار من سرات عبيدة إلى البحر. صارت يعني لون ثابت عندهم. ثابت تقريبا. طيب تبدأ به السمرة يعني يمكن تأخذ نص الوقت، ثم تبدأ الخطوة واللعب والحاجات الأخرى تلية الليل من 12 ورا. طيب عطنا لون من لون ألوان العرضة يعني. أو والله ألوان العرضة أنا ماني بشعر عرضة، إنما إذا أجبرتني الظروف وما كان في الساحة إلا أنا أقوم بلا. هي مبنية على الشجر ولا العرضة كلها؟ أي أكيد. ولا خطوة؟ لا الخطوة ولا اللعب رد، احفظ البيت الأخير من أول القصيدة ومن آخرها، ولكن في بعض الشعر متمكن ويشكر. طيب يعني الذاكرة هذه ما شاء الله، يعني اللي يحفظ ست أبيات وسبع أبيات في 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 تعود خلاص عندك. يعني ما في شيء مرتب من قبل السهرة يعني؟ لا أنت تجي خاصة شاعر الرد يجي على قصيدة توه مبنية شاعر قدامه يقوم ذاك يعد له خمسة ستة سبعة عشرة 12 بيت. ففي شاعر بديهي يحفظ البيوت. يعني هي قائمة أكثر شيء على الحفظ. بالضبط. أنك تحفظ البيوت اللي قدامك على أساس المعنى والرد. طيب عطنا شيء من المعنى ومن الرد. لا عطنا لأيام الشباب. لا 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 يا لا 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 ترى عيوني ما يح والتحية من ضميري جاهر بها ذكر ربي في البداية وفي الختام يا الله انت احفظ ملكنا وشعبنا يا سلامي عد نشر الصحف والرادي والتحية من ضمير جاهر بها رد عليه ويقول لا 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 يا ابني مجدع في جلوسك وفي القيام أعرف إنك ما تمنى لقربنا عارف ان درب الحضارة ودرب النادي ترعى عيوني ما يحل الجهر با. الله الله. طيب في وقت معين للرد يعني، يعني يعتبر الشاعر يعني هو الفائز يعني في وقت معين؟ لا اكيد الجمهور يعني الجمهور ما يملون من بطء الشاعر من لا شوف يعني لكثرة الأبيات طبعا إذا ترددت الأبيات وهي ضعيفة طبعا يمل الجمهور من أول المستمع والعراضة، لكن إذا كان البيوت قوية وشاعرين قويين وبيني وبينك جمهورنا الآن صار يحب شعفرة الموضوع ويبغون يهيجون الشعر على بعضهم، فإذا بدأ الشاعر صاحوا مع الجمهور كله جميل. زودوا حماسه شوي. وبيني وبينك شعار العرضة اليوم في شعار عمالقة فعلا. طيب بنتقل لك ابو خالد. ابو خالد بالنسبة للعب فيه طرق كثيرة ولا لا؟ لا انتم اللي لازلتوا تلعبون على اللعب هذا كثرة ولا قليل يعني؟ ترى الانسان يختلف الجلسة عن اللعب خارج لانه انت بتجي يهيضك زلفات وتهيضك زي الجمهور والناس جمهور ولك نية أبداً عدت تحضر للشيء هذا. اللعب نفسه القصائد حتى ولو كنت لحالك ماشي لحالك في برية فتقص لكن ويسمى لعب ولا طراق اللي تكلمنا عنه؟ الطراق خير. الطراق يختصون فيه ناس وبيني وبينك ترى صار قليل جداً من يملك الطراق الحقيقي. الطراق اللي القديم اللي شالوه أبانا وأجدادنا والناس اللي كانوا يحبونه. وش وين كانوا يستخدمونه يعني في الرحلات في بالنسبه للطراق هذا يختص في البلاد عندما يعمل الانسان ويسوق على بيره يختص مع الغنم اذا راح في الاصدار كذا تهيض من نفسه ما حد يقول له لا يطلع المحل يبغى يفسر عن نفسه في احد المحلات يطرق نفس الطراق هذا. الطراق هذا قلت لك هو يختص جبلي ما له خصائم فيه لا في حفل ولا في غيره. جميل. ودنا تسمعنا من هذا اللون.
نصيبي وغنيت يا لا 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 والقلب بين الحلو والمر ولا يا لا 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 تحمس ابو سعيد صح لسانك وبيض الله وجهك ابو سعيد. الخطوه اليوم يعني صرنا نسمع الحان يعني جديده على الخطوه، سمعت منك انه صار فيه تجديد بالخطوه ولا لا؟ اي نعم صار تجديد واجد. ابي اسمع منك الخطوه الاساسيه، الخطوه القديمه الاساسيه، الخطوه القديمه اللي تقول هذه هي الخطوة. تقريبا من 5 إلى 6 أنواع هذه تختص بالسرة، أما في تامة فلا أكثر. بس هالحين مع التجديد حد ولا حرج. لا أنا أبي الأساسي اللي كنتم تلعبون عليه أنت أبو خالد والشعراء اللي في جيلكم. يقول ذكر ربي يا بعد دوالي قبل ما أقوله وتقوالي وألف مني صلاة النبي. يا سلامي على من حضر حدنا ويا هلال ويا في لون ثاني يسمونها الميلية. أنا بالأسماء هذه اسمها ليش الميلية؟ الميلية. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا ناكر المعروف لو ناديتني وأقنعتني ما دامت طابت كان انتهينا يا الردي حيث ابتدينا لا تجرحني ولا اجرح شعورك. في لون اخر يقول يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 طلبات الله وعاتب الدوال فصلوا على النبي يا سامعي للكلام في النهوى واجب قدامي من ابني بيوت الشعر ولا الغناوي. هذا هو اللون. إيه فيه لون برضه قديم يقول ما عاد لاقينا من الحصون الا العتاب ولا عاد باقي ولا عاد لاقينا من بقايا الشامخات الا شادا
الوقت غير كل شيء حتى الحجر فيه غيره. هذا 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 هو اللون الرابع. هذا اللون الرابع. طبعا الولاي خادم الحرمين الشريفين. نعم استاهل فيها. وقلت لك الله يقدرنا بس اننا نحفظها زين. ما جاء منك طيب يا ابو خالد. يا ملكنا عزيز المقام حن جنودك بحرب وسلام نكتسح كل خصم حجيج لن نحبك غدا فارض عين في المدن والقرى والهجرة. طبعا رديت عليها السلام. لا 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 بيت ربي وذاك المقام هم شهودك وباب السلام والمشاعر وكل الحجيج. الله بيت ربي وذاك المقام هم شهودك وباب السلام والمشاعر وكل الحجيج عشت يا خادم الحرمين الأرض طيبة وام القرى. الله الله صح لسانك بيض الله وجهك. أبو سعيد أنت رحبت في المرقاب في برنامج على البال نبي نسمعها من قبل الفاصل. لا 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 القناوات عزت الله هي المرقب يا رمز القناوات في برامج كثيرة منها برنامج على البال. اسلم اسلم. لا 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 على البال عزت الله هي المرقب يا رمز القناوات في برامج كثيرة منها برنامج على البال. بس نستأذنك في فاصل قصير ونرجع. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود استكمال حلقتنا مع نجوم الشعر. على البال كل التفاصيل على البال وأحلى التفاصيل على البال والحلم والترحال